إذا سألتكم عن المغرب ماذا ستقولون؟ معظم الأجوبة ستقول أن المغرب يقع شمال غرب إفريقيا، شمالا البحر الأبيض المتوسط وتطل على أوروبا، وغربا البحر الأطلسي، وشرقا الجزائر، والجنوب موريتانيا. لكن اليهود لا يرون أن الأرض دولة عربية مسلمة، بل يقولون بصحفهم وجرائدهم وعناوينهم الداخلية أن المملكة المغربية أرض يهودية. يدعون بأن المغرب هي مملكة اليهود وأرض أجدادهم، بل أنبياء من بني إسرائيل ماتوا هنا وهناك أثر لهم حسب قولهم، ويوجد ما لا يقل عن 656 أضرحة يقومون بزيارتها اليهود بشكل متكرر للتبرك بها في المغرب. لكن المشكلة هو الصراع التاريخي بين المسلمين واليهود حول هذه الأضرحة، فالمسلمون في المغرب ينسبونها لهم واليهود يرجحونها لتاريخهم. هذا ما سنعرفه في حلقاتنا القادمة والتي هي على قيد الإعداد. سنتعرف عن كل صغيرة وكبيرة وماذا يخططون له اليهود بعد فلسطين، ولماذا يدعون بأن المغرب هي مملكة اليهود. لذلك اشترك في القناة وفعل جرس التنبيه، ما ستسمعه في غاية من الصدمة والكارثة.